أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. ناس كتير بعتت سألتنا إزاي نضمن حقوقنا في عقود الشقق اللي بنشتريها من الشركات الخاصة، وخصوصا لو كانوا كمان دفعوا أقساط كتير وما استلموش الشقة بسبب عيوب فيها. علشان كده في فقرتنا دي هنتكلم في إزاي تضمن حقك وانت بتشتري من أي شركة عقارات، أو لو حصلت مشاكل عند الاستلام تعمل إيه، مع المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض والدستورية العليا عبر زوم. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. خلينا في البداية كده نتكلم ونقول للناس البنود اللي لازم تكون موجودة في أي عقد شقة أو أي محل. تمام، هو القانون المدني يوضح شكل العقد الصحيح في المادة 418 منه. أركان العقد الصحيح لازم أولاً يكون البائع والمشتري كامل أهلية الأداء والوجوب، يعني يكون الطرفي التوافق سواء بائع او مشتري كل منهما كامل الاهليه. ما ينفعش مثلا نبيع لقاصر، هنا هيبقى البيع باطل، وما ينفعش نشتري من قاصر، وما ينفعش نشتري او نبيع لحد يكون احدى الطرفي التوافق من اصحاب مرضى الاراده عنده عته او جنون او غيره. هنا العيب شابه في الحال البطلان. طيب عندنا الركن الثاني والمهم هو الرضا، ان يكون عقد البيع تم باراده كامله، ما فيش اي عوامل من عوامل الغش اللي اثرت على الاراده، سواء غش او اطراء او ادخال تدليس في البيع. الركن الاكثر اهميه في عقد البيع وهو ركن الثمن، يعني لو في حاله ان لم يثبت سداد الثمن جائز الطعن على البيع بالسوريه. فركن الثمن او اثبات سداد الثمن فعليا هو من أهم الأركان في عقد البيع. ثم المعاينة التامة النافية للجهالة، يعني أن أنا بشتري عقار، بشتري مكان، فأنا بعينه المعاينة التامة النافية للجهالة. دي أركان عقد البيع اللي نص عليها القانون المدني، واللي بناء عليها القاضي بيحكم بصحة التعاقد في دعوى الصحة والنفاذ أو توفرت طبعا كل هذه الأركان والشروط. إزاي أضمن حقي في العقد قبل التوقيع؟ أنا بتأكد أول نقطة من شخص المالك أو من مستندات الملكية أو كيف آلت الملكية لشخص المالك، بغض النظر الشخص ده شخص طبيعي أو شخص اعتباري، يعني قد تكون شركة شخص اعتباري، إزاي آلت إليها الملكية، دي أول نقطة المفروض إحنا بنتحقق منها. قد تكون الملكية آلت عن طريق الشراء، قد تكون آلت عن طريق الإرث، فدي أمور إحنا لازم نتأكد منها ومن صحة المستندات، وإن الملكية لازم تكون ملكية مسجلة، لأن عقد البيع لا ينتقل إلا بالملكيات المسجلة إلا عن طريق التسجيل، وخاصة بعد ظهور قانون شراء العقار الجديد. قانون شراء العقار الجديد سهل الكثير من الصعوبات اللي كانت موجودة في القانون القديم اللي كان بها تستحيل التسجيل. طيب يا سيادة المستشار، يعني خليني أقول لحضرتك إن في سؤال جالنا كتير قوي. الناس بتسأل لو اشتريت وحدة ودفعت أقساط كتير ووقت الاستلام ما لقيتش المواصفات اللي في العقد اللي المفروض مكتوبة في العقد، أعمل إيه؟ تمام يا فندم، هو دلوقتي بيبقى المشتري قدامه حل من الاتنين. أولا قد يكون من المربح ليه إن هو يستمر في هذا العقد، لأن طبعا بيكون اشترى بسعر بتكون القيمة المادية فيه أو القيمة السوقية للعقار اتغيرت خالص. فطبعا هنا لو فسخ البيع، لو في حالة الفسخ، دي الحالة الأولانية، هو مش عايز العقار وفي حالة الفسخ، يحق هنا ليه تحريك دعوى فسخ مع تعويض من الشركة اللي هي ما التزمتش بشروطها. أما في حالة إن هو عايز يكمل، فمن حقه برضه إنه يحرك دعوى تعويض بناء على التعاقد اللي معاه والضرر اللي وقع عليه نتيجة عدم التزام الشركة أو التزام البائع بشروط البيع. طبعا هنا ده موضوع عشان المحكمة تقدر تدي فيه قرار أو حكم، لازم طبعا بتحيل الموضوع لخبراء وزارة العدل اللي بدورهم بينزلوا بيعينوا على الطبيعة وبيشوفوا شكل الخلاف أخباره إيه، يعني الادعاء مين هو اللي صحيح، الخطأ من عند مين. طبعا ده امر في حال المحكمه تنزل تعمله بنفسها، بيقيم الخلاف، عشان كده المحكمه دايما بتنتدب خبراء وزاره العدل، تفحص المستندات، تراجع التعاقد، تنزل على ارض الواقع وتشوف المكان محل الخلاف،
القضاء كان او التقصير كان عند التزامات البائع ولا المشتري. ايه الجهه اللي المفروض اروح لها علشان احل مشكلتي؟ طبعا يا فندم، هنا يعني الاجابه هتختلف على حسب شكل الخلاف. يعني لو انا اشتريت مكان ثم اكتشفت ان المشروع كله كان وهمي من حد غير البائع، هنا احنا قدام جمله نصب، هنتحرك ببلاغ النيابه العامه اللي بدورها هتخرج جمله نصب ببيع ملك الغير. اما لو احنا كنا قدام مشروع حقيقي مش وهمي ولكن لم يتم اكتماله طبقا للشروط، فاحنا هنا قدام المحاكم، اختصاص المحاكم المدنيه. وطبعا هنا القضاء المدني هو المختص نوعيا بنظر النوع ده من النزاع. طب يعني دعوه مدنيه تخرج بشكل مباشر للمحكمه، المحكمه المدنيه المختصه اللي تقع في دائرتها الاختصاص النوعي والمكاني. هل مشكلتي هتاخد وقت طويل في الحل يعني، ولا بتتحل على طول لما انا بتجه للمكان؟ طبعا زي ما انا قلت من شويه ان القاضي لوحده مش هيقدر يشوف الحقيقه فين. طب هنا مضطر انه يدي حكم تمهيدي بنبذ كبير، ده اللي بدوره بينتقل طبقا للمأموريه اللي تديها له المحكمه. وهنا طبعا للاسف احنا بنبقى قدام وقت مش قليل، لان طبعا في تكدس قدام مصلحه الخبراء نظرا لكثره القضايا، ونظرا ان الخبير المطلوب منه انه يقوم بمأموريته على بمنتهى الدقه، وانه يفحص مستندات ويعاين على ارض الواقع، وده اللي بيتسبب يعني ترتيبا الحين ما يجي علينا دور الخبير، ما يبقى الدور اللي بيحدده الخبير يعني الدور المحدد لينا قدام الخبير، ثم انتقال الخبير لمكان النزاع، ثم عوده المأموريه من الخبراء مره اخرى للمحكمه، ثم اجراءات التقاضي من الاستئناف والنقض. ده طبعا امر ياخد وقت مش قليل يعني. طب خليني اسال حضرتك اخر سؤال، يعني ايه اكتر الحاجات اللي لازم اتاكد من وجودها قبل ما اوقع العقد؟ اول حاجه انا المفروض اتاكد من شرط المالك، هل هو فعلا المالك الحقيقي وكيف آلت اليه الملكيه. كتير من الناس لقيناهم بيظهروا بمظهر المالك على اماكن، مستغلين ان المالك كان ائتمنهم عليها وهو مسافر، مالك الحقيقي يعني مسافر خارج البلاد، او المالك الحقيقي توفى. فبنلاقي بعض حالات النصب ان بعض الناس بيظهروا بمظهر المالك على العقار او على الارض، ويبتدوا يقوموا باجراءات بيع او رهن او ايجار او غيره. فطبعا انا المفترض فيا هنا الاول اتاكد من المستندات الملكيه المسجله وكيفيه انتقال الملكيه للمالك، زي ما قلت كده، اما عن طريق الارث او عن طريق الشراء. طبعا مع المعاينه التامه النافيه للجهاله، يعني طبعا ده ان انا طبعا ان انا اكون عينت فعلا، ما اكونش اشتريت هوا يعني، انا اكون عينت المكان فعلا معينه، لان طبعا ده من الامور اللي هتتربي في البنود. ما اقدرش ارجع تاني واقول ان في غش الا لو كان في امر خفي فعلا. اما لو في امر ظاهر بالعين، ما ينفعش بعد ما استلم وعين المعاينه التامه النافيه للجهاله اقول كان في عيب خفي، الا لو ما كانش خفي هذا العيب فعلا يعني. الاستاذ ميشيل حليم المحامي بالنقد والدستوريه العليا، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.